طبقا يمي سبحتك والوصية وصوت ظل عمرك توعدنا. طبقا يمي سبحتك والوصية وصوت ظل عمري توعدنا. خذت كل شي ضوى الخيمة فرح سكنة بحروف اسمي. منو يطفي حرارة قلبك التلهب؟ منو من تروح يقدر يفتهم زينك؟ خذاني وداعك الديرة تلم حزني بخرابة وليل. شفت بعيونك متوني وحلم طفلة ومرارة خيل توادان. تفارقنا قبل ما ياخذك موتك وقمن لك صدى صوتك. هلا بكيت على الحسين وأهله، هلا بكيت لمن بكاه محمد، فلقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجدوا، وتضعضع الإسلام يوم مصابه، فالدين يبكي فقده والسؤدد. أنسيت إذ صارت إليه كتائب فيها ابن سعد والطغاة الجحد، لم يحفظوا حق النبي محمد إذ جرعوه حرارة لا تبرد. قتلوا الحسين، قتلوا الحسين وأثكلوه بسبطه، فالثكل من بعد الحسين مبدد. وعيوني رحت والذكريات تطشرن يمي. سبحتك والوصية وصوت ظل عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر بني هاشم حامي خدور الفواطم مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام على فخر المخدرات والعقائل مولاتنا السيدة زينب الكبرى عليها السلام. السلام على صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا وإياكم إن شاء الله إخوتي أخواتي من الساعين والمسارعين في قضاء حوائجه، من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأمره بإذن الله تعالى. السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. كل الموالين والمواليات في مشارق الأرض ومغاربها بهذه القلوب الممتلئة حزنا على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نرفع أحر التعازي إلى مقام مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، وإلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، إلى كل الموالين في مشارق الأرض ومغاربها. ونحن نعيش مصيبة مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن إخوتي أخواتي، ها نحن نلتقي بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج لو اختلف الموقف، وتحديدا ونحن نتوقف في هذا البرنامج إن شاء الله ضمن وقفات تاريخية استدلالية، يعني نعود بها إلى الجذور التاريخية للأحداث التي جرت مع مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبإذن الله تعالى ضمن ما نقله لنا التاريخ من تفاصيل أكيد لهذه الواقعة، لهذه الأحداث التي جرت مع مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وثقت لنا تلك المصائب تلك الأحداث. وبإذن الله تعالى حتكون إن هذه الوقفات إن شاء الله مع هذه الأحداث. وأكيد قبل أن ندخل في هذه الأحداث ونستمر في حلقات هذا البرنامج لابد أن تكون إن وقفة تأمل، هذا لكل الموالين، يعني صراحة هذا لسان حال كل الموالين، أنه لابد أن تكون هنالك لنا وقفة تأمل، وقفة تدبر مع كثير من الأمور المتعلقة بواقعة الطف تحديدا. يعني كما نعلم جميعا وما نقلته لنا بطون الكتب والروايات المذكورة على لسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما للإمام الحسين عليه السلام من مكانة ومنزلة عند كل الأنبياء وعند كل الأولياء وعند كل الموالين. وفي ذات الوقت يعني قبال ذلك نعلم علم اليقين موقف كل معاند وكل كافر وكل معادي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من ضمن جذوره إلى يومنا هذا كيف يحاولون التشكيك والتقليل من أهمية أي موقف حسيني أو أي تغير كوني حدث في واقعة الطف تحديدا. لذلك إخوتي أخواتي، يعني الرجي يكون أو هو لسان حال الجميع صراحة واقعنا، أنه علاقتنا بالإمام الحسين عليه السلام هكذا جمعت، يعني كانت ضمن هذه المنظومة العقل مع المحبة، العاطفة مع البرهان، هذا كله يمتزج في الوجدان ليكون أو لنخرج به بموقف متعلق بالمبدأ، بموقف يكون رد على كل معادي أو كل معاند، أنه يكون حبنا للإمام الحسين وشعورنا قلبي عقلي له من يعني من المهدي إلى الأحد، هكذا يكون موقفنا. لذلك هذا ما أسس لنا هذه العقيدة، وفي ذات الوقت ما حمى لنا هذه العقيدة وحصنها بهذا الدرع إن شاء الله الذي امتزجت به المحبة مع العقل. لذلك هذا البرنامج تحديدا يقدم دراسة فكرية وقراءة تحليلية لما حدث لواقعة الطف، وهذا كله ضمن اشتراطات نفسية، ضمن اشتراطات دينية إن شاء الله هي تحاكي بما تلقيه من ظلالها على واقعنا على المستوى العقائدي والديني كل الجوانب اللي يعيشها الإنسان الموالي اليوم، مستوى الجانب الاجتماعي، الجانب الديني، الجانب الفكري، الجانب العقائدي، الجانب النفسي. فبإذن الله إخوتي أخواتي في برنامج لو اختلف الموقف بإذن الله تعالى نحاول قدر الإمكان أن نحيط بكل الأمور اللي طرحناها الآن نوهنا عليها، ومستمرون أكيد في هذه القراءة اللي اتسمت إن شاء الله وتوصل لجميع هكذا بالموضوعية والشفافية. إذن إخوتي أخواتي مرة أخرى حياكم الله في برنامج لو اختلف الموقف، لنذكر بداية إن شاء الله بالمحور العام في حلقتنا لهذا اليوم، والصراحة هو يعني حيكون تتمة لما بدأنا به في الحلقة السابقة ضمن شق آخر من هذا المحور إن شاء الله الذي سنبين تفاصيله في الوقت المقبل. إذن نطلع نحن وأنتم على محور حلقتنا لهذا اليوم. إذن محور حلقتنا مشاهدينا لهذا اليوم هو لو لم يخرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة إلى كربلاء كيف كان مصير دين محمد صلى الله عليه وآله؟ لو لم يخرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة متجها إلى كربلاء المقدسة كيف كان مصير دين محمد صلى الله عليه وآله؟ هذا هو المحور العام. سنتجاذب أطراف الحديث مع الضيف الكريم الذي انضم إلينا من مدينة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكل التعازي لمقامه الشريف، مع الدكتور هشام السياب الباحث في التاريخ الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور هشام، وعظم الله لكم الأجر إن شاء الله. حياكم الله وعظم الله أجوركم. الله يبارك بكم. دكتور هشام، وصلنا في حديثنا إلى نقطة الانطلاق، وذكرنا وأسسنا ضمن حديثكم اللي تفضلتوا به في الحلقة السابقة. حياكم الله وعظم الله أجوركم. نعم، وصلنا إلى كيف كانت من أو كان منزلة أهل بيت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا منزلة أصحابه، بحيث وصفهم بأنهم أوفى الأصحاب. هذا كان شق من حديثنا اللي بدأنا به بالحلقة السابقة. اليوم بالشق الآخر دكتور هشام، نتوقف عند من كان من الموالين، من كان له ذلك الولاء المطلق للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولهم حبهم الخاص له، روحي له الفداء. لكن مع ذلك كان لهم يعني رأي مختلف عن قرار الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالخروج من مدينة رسول الله وبالخروج من مكة تحديدا. منهم أولى هذه الأسماء اللي حنتعرض إلها محمد ابن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، أخو الإمام. طبعا بداية والتوطئة تكون من حضرتك، بيان نوع الحوار الذي دار بين الإمام الحسين ومحمد ابن الحنفية حول موضوع خروجه، وهل تم الاتفاق بينهما على أمور معينة من باب الوصية وغيره؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، صلاة دائمة قائمة لا تنقطع إلى يوم الدين. أسمع وأزكى تحية لشخصكم ولكادر العمل المبدع في مكتبي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ومشاهدينا الأعزاء في كل زمان ومكان، عظم الله أجوركم وزادكم الله خير الجزاء والثواب. حقيقة موقف محمد بن الحنفية موقف بحاجة إلى تأمل وإلى توقف أمام تفاصيله، وبحاجة إلى تحليل، وبحاجة إلى استشراف بعض التأويلات التي توقف عندها كبار علماء الإمامية. يعني العلامة الحلي عندما يتحدث عن موقف محمد بن الحنفية من ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول أن المرض قد منعه من الخروج مع إمامه سلام الله عليه. أما الشهيد الثاني يعني العاملي يقول وفي ذلك تأويلات ومواقف أخرى لا يتسع المقام لذكرها. يا ربما نحن اليوم عندما نلتقط جانب من التأويلات التي توقف عن بيانها الشهيد الثاني العاملي، نتوقف أمام عوامل كثيرة ربما تستوضح أو نستبين منها معالم موقف محمد بن الحنفية. أولا، محمد بن الحنفية من الشخصيات المحورية والمهمة جدا في التاريخ الإسلامي، لم يكن رجل ظل ولم يكن رجلا مغمورا أو اسما منسيا في التاريخ. رجل له دور فعال في جميع مراحل حياته. أولا، هو في عهد أبيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعد من أبطال صفين. ثانيا، في حياة يعني أخويه الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهم كان لهم يعني المطيع يعني المجاهد والمبارز والمشاور والقريب منهما، كانت يعني لديه معهما علاقة من أرقى ما تكون. للأمانة قد يبدو غريبا عند المشاهد الكريم أن يعلم أن أهل الكوفة في زمن معاوية كتبوا لمحمد بن الحنفية قالوا له نبايعك على أن تثور على عهد معاوية ودولة معاوية وتقود الثورة من الكوفة. هذه ربما من يعني الجوانب المنسية في تاريخ ممهدات ويعني مهيئات ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. محمد بن الحنفية لم يتخذ قرارا إلا بعد أن عاد إلى إمامه، ذهب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه يستشيره ويسأله هل يلبي نداء بعض أهالي الكوفة في الثورة على معاوية. الإمام سلام الله عليه منعه ولم يشر عليه بتلبية النداء وقال له لا تفعل ولا تثر في ذلك الوقت. ومحمد بن الحنفية التزم تماما التزاما حرفيا بقرار إمامه سلام الله عليه. هذا مما يوضح أن محمد بن الحنفية ليس كما يريد أن يروج الإعلام المضاد للثورة الحسينية أنه كان على خلاف أو قطيعة أو في تباين في الرؤى في المواقف مع إمامه سلام الله عليه. هذا جانب. جانب آخر، الحوار الرائع الذي جمعهما حقيقة حوار يعني يوحي لنا بأرقى وأسمى وأروع يعني جوانب الأخوة والمحبة الخالصة والصافية في الله عز وجل. يعني مشاعر محمد بن الحنفية مع الإمام الحسين سلام الله عليه لا تقل روعة أو سمو عن مشاعر أبو الفضل العباس سلام الله عليه. فبالتالي عندما يريد الإعلام المضاد يصور الحالة حالة من التقاطع، حالة من التنافر. هذه الحالة لا يوجد عليها دليل في معطيات التاريخ. أولا محمد بن الحنفية في ثورة الإمام الحسين كان له يعني مرتكزين. المرتكز الأول أنه كان مشاورا للإمام سلام الله عليه، وهنا نقطة قد يثيرها بعض الكتاب، هل أن الإمام المعصوم بحاجة إلى أن يستشير أحد، أن يسأل أحد وهو الإمام المعصوم المأمور من الله عز وجل؟ نحن نقول النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله استشار سلمان المحمدي في حفر الخندق في معركة الأحزاب وأخذ بمشورته. فبالتالي عندما يكون يعني سيد الأنبياء والخلق جميعا يأخذ بموضع المشورة، بالتأكيد وارثه وحفيده وسبطها الإمام الحسين سلام الله عليه يأخذ مشورة. هذا جانب. لو أخذنا نمطي التفكير، يعني محمد بن الحنفية كان يفكر بطريقة حقيقة عمل بها فيما بعد، وهي مسألة بناء القواعد الجماهيرية للثورة. أشار على الإمام سلام الله عليه أن يذهب إلى اليمن أو أن يذهب إلى مكان آخر، أن لا يواجه يزيد بن معاوية الآن، وأن يبدأ ببناء القواعد البشرية. هذا المنهج فيما بعد اعتمده محمد بن الحنفية. الرجل ظل معارضا لعهد معاوية، ظل معارضا لعهد يزيد، بدأ ببناء القواعد البشرية للثورة. وبالمناسبة الرجل توفي في 80 أو 81 للهجرة، يعني 20 عام بعد واقعة الطف بعمر 66 عام حوالي. هذا الرجل هو المؤسس الحقيقي لما عرف فيما بعد بالدعوة العباسية. يعني الدعوة العباسية كان علي بن عباس معاونه أو يعني أحد العاملين معه. عندما توفي محمد بن الحنفية الرجل أخذ أسماء النقباء وخطة الثورة وتوزيعها، وفيما بعد بني العباس أعلنوا الشعار الرضا من آل محمد، وساءت الأمور على ما نعرفه. نعم. ما هو الفارق، ما هو المميز بين يعني موقف محمد بن الحنفية وموقف الإمام الحسين سلام الله عليه؟ أولا فنقدم يعني معلومة مهمة جدا لا تغيب عن أذهاننا. 10 من أولاد الإمام أميني سلام الله عليه استشهدوا في الطف، 10 بما فيهم الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين، أبو الفضل العباس، نهاية ب محمد الأصغر بن علي. 10 من أولاد الإمام علي عليه السلام استشهدوا في الطف. لكن نحن نقول أن ثورة الطف ضمن التخطيط الإلهي العام، ضمن التمهيد ل يعني إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ضمن مسؤولية أصحاب الكساء، أن الثورة واستمرار الإسلام هو كان مسؤولية أولاد فاطمة من علي. فبالتالي كان عندنا خطين، يعني بمعنى محمد بن الحنفية كان يمثل يعني رؤية آل علي، أولاد علي. فبالتالي هؤلاء لم يقع عليهم الاصطفاء الإلهي، من وقع عليه الاصطفاء الإلهي هم أصحاب الكساء، ولد فاطمة عليه السلام، الإمام الحسن وتتمته الإمام الحسين سلام الله عليه. فبالتالي الإمام الحسين عندما سمع مشورة محمد بن الحنفية في أن هل يذهب إلى اليمن أم يذهب إلى مكان آخر في فيافي الصحراء يختفي لفترة، محمد بن الحنفية كان يفكر بالمنطق الاستراتيجي الطبيعي، المنطق الثوري الذي تفرضه حركة التاريخ. الإمام سلام الله عليه كان يفكر بما كلفه الله به عز وجل، كان يتصرف بمنطق أصحاب الكساء، كان يتصرف بمنطق إنه ابن فاطمة وارث النبوة، وهو المؤتمن على استمرار الإسلام بمعناه النقي ومعناه الواضح ومعناه الحي. فبالتالي نحن نعلم أن الإمام سلام الله عليه لم يرفض موقف محمد بن الحنفية. أولا أذنه بالبقاء وكتب له وصيته العظيمة، بيان الثورة الأول، منهاج الثورة الحسينية، دستورها اؤتمن عليه محمد بن الحنفية. ما خرجت أشرا ولا بطلا ولا مفسدا، إنما لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذه الوصية وضعت عند محمد بن الحنفية لكي يقود هنا الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين يعمل بالمنطق القرآني، بمعنى أنه هناك هشام إذا تسمعني وعذرا عن المقاطعة، يعني الآن إحنا نتحدث أو إن شاء الله ضمن حديثكم بإذن الله تعالى يعني نعم يأتمنهم على الرسالة. إذا تسمعون إن شاء الله دكتور هشام، لا يمكن أن نفهم حركة المعصوم إلا في ضوء اثنين. نعم نعم دكتور هشام، ضمن حديث تفضلت به وحتى ما يكون فقط إشارات، يعني احنا حتى نتوقف عند رد مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ضمن الوصية اللي كتبها لمحمد ابن الحنفية، وضمن الكلام اللي ذكرته هو أسس إلى منزلة وعقلية محمد ابن الحنفية وحتى مكان تعد الإمام الحسين روحي له الفداء. نتوقف بالتحديد إن شاء الله ضمن هذا الكارت عند كلام الإمام الحسين روحي وأرواحنا جميعا له الفداء بين قوسين الوصية التي أوصى بها محمد ابن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، حتى هي تكون المنطلق والأساس في حديثنا إن شاء الله. وصية الإمام الحسين عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية. إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن هذه كانت وصية الإمام الحسين روحي وأرواحنا جميعا له الفداء إلى أخيه محمد ابن الحنفية رضوان الله تعالى عليه. دكتور هشام، بالعودة إلى اللي ذكرته وبدأت به الحلقة ضمن هذه التوطئة، مع ما طرحناه من مضامين خاصة تحديدا بمحمد ابن الحنفية، إلى أي مدى يمكن لهذه الوصية تحديدا اعتمادها واعتبارها من الأصول التي تكشف عن أغراض وأهداف نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وحتى تكشف أسرار خلود هذه النهضة المباركة؟ تفضلوا دكتور هشام. حقيقة دستور الثورة الحسينية سلام الله عليه كتب ووضع عند محمد بن الحنفية، مما يشير إلى أن الرجل كان له دور مركزي، يعني بما بعد الثورة، يعني بما معنى بما بعد خروج الإمام سلام الله عليه والمواجهة مع الدولة الأموية. هنالك دور هو بناء القاعدة البشرية التي تتفهم مضامين دستور الثورة الحسينية. قبل الفاصل كنا نقول أن لكي نفهم حركة المعصوم في ضوء معطيات العقل البشري علينا بمنطلقين: أولا عرضها على القرآن الكريم لكي نجد أصولها وجذورها، والمحور الثاني هو الإمام المعصوم الذي ورثه، بمعنى الامتداد للرسالة، الدور الذي يؤديه الإمام المعصوم. عندما نذهب إلى السيرة النبوية نجد أن النبي الأكرم أبرز اثنين من آل عبد المطلب وقفوا معه، هو حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لو نلاحظ أن يعني حمزة بن عبد المطلب مثلا هاجر قبل النبي، لم يكن في بعد يعني مرافقا للنبي في حركته الجغرافية، لكننا عندما اليوم نصف حمزة بن عبد المطلب نقول عنه هو أسد الإسلام. حمزة بن عبد المطلب كان دوره الدور المساند، الدور الذي من خلاله ذهب يعني هاجر قبل النبي، أسس القاعدة البشرية، أسس القاعدة المجتمعية، بنى بناء يعني استطاع أن يختزل فيه الخسارات المتوقعة أو يعني مواجهة الارتدادات المجتمعية الطبيعية في هذه حركة الانتقال الثورية. محمد بن الحنفية مع الإمام الحسين سلام الله عليه دوره كان يشبه دور حمزة بن عبد المطلب مع النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله، بمعنى أنه اؤتمن على بناء القاعدة البشرية التي يعني تعمل على صيانة والعمل بدستور الثورة الحسينية. أحسنتم. أبو الفضل العباس سلام الله عليه هو بدور الإمام علي عليه السلام مع النبي الأكرم، فداه بوجوده وروحه وجسده. العباس سلام الله عليه لم يفترق عن الإمام الحسين سلام الله عليه حتى ساعة الشهادة. كذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يفترق عن النبي الأكرم في كل لحظات المواجهة. أية مواجهة فيها كان فداء وتضحية، كان علي هو الفدائي الأول للنبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الطريقة في توزيع الأدوار تجعلنا نفهم جيدا حركة التاريخ في يعني فيما رسمه الإمام الحسين سلام الله عليه، بعيدا عن أقدام السلطة أو بعيدا عن تاريخ يريد أن يركز يعني بروباغندا إعلامية سلبية. احنا عندما نقرأ عملية اجتزائية، يعني مثلا الحسين سلام الله عليه ثورته لم تكن محل إجماع بدليل أن محمد ابن الحنفية رفض الخروج مع يعني أخيه في الثورة. الإمام الحسين سلام الله عليه لم يكونوا يتعاملون معه على أنه إمام معصوم بدليل محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر بالضبط. لم يشتركا بالثورة. طيب أنت يعني الإمام الحسين سلام الله عليه 9 من أولاد علي عليه السلام معه في الطف. محمد بن الحنفية هل كان بدور المعارض أم كان بدور المشاور؟ اتفقنا على أنه الآن دور المشاور. هل محمد بن الحنفية ما بعد بايع يزيد، التحق بركب السلطة الأموية، أخذ دور الاعتزال والانطواء، أم أنه يعني مارس دورا ثوريا فاعلا على مدى امتداد جيل كامل؟ وفي يعني 81 هجرية توفى وكربلاء في 60، جيل كامل عمل محمد بن الحنفية على بنائه وفق دستور الثورة الحسينية التي ائتمنه عليها الإمام الحسين سلام الله عليه. فبالتالي أين القطيعة؟ أين الفراق؟ أين الاختلاف في هذا المحتوى؟ فهم الصورة كاملة حقيقة تنصف الكثير من المواقف للذين كانوا حول الإمام الحسين سلام الله عليه، منهم محمد بن الحنفية. أحسنتم. فبالتالي إعادة قراءة التاريخ بالأدوات الواقعية، الأدوات القرآنية، أدوات حركة المعصوم، توضح لنا كثيرا كم هي المعركة لا زالت مستمرة على المستوى الفكري، على المستوى العقائدي، على المستوى الإعلامي. هنالك معركة مستمرة تريد أن تشوه صورة الثورة الحسينية، تريد أن تفقدها بريقها، أحيانا تريد لا تهاجمها في القلب لكن تريد أن تحيط بأطراف أساسية. دكتور هشام إذا تسمعني، في ثورة الإمام الحسين نعم. تلقي بعض الأسئلة المشوشة المربكة تشبه ما يسمى يعني أحيانا بإثارة الغبار. أحسنتم، تسمعونا إن شاء الله دكتور هشام. المنهج نعم. لا يمكن أن ينجح. نعم دكتور هشام، هل هذا تقصير من الباحث نفسه اللي مثلا هناك من يدعي ويقرأ بقراءاته الخاصة به؟ إذا تسمعونا دكتور هشام، الآن ذكرت الآن وصلنا إلى المشكل هنا، هل الموضوع المشكل هنا بالمتلقي نفسه اللي هكذا هو جاهز لاستيراد وقراءة أي قراءة تطرح على الساحة على كافة المستويات يتقبلها ويقتنع بها ولربما تغير قناعاته؟ هل المشكلة هنا بالمتلقي أم لابد أن تقنن هكذا قوانين للقارئ للباحث اللي ما ممكن تكون الساحة هكذا بالإطلاق؟ من يريد أن يقرأ، من يريد مثلا أن هاجم شخصية معينة في التاريخ، من لم يتحرى الدقة ولم يتحرى الحقيقة حتى يصل إلى ما يريد أن يقدمه. فهل الموضوع الآن التقصير في المتلقي نفسه في وقتنا هذا أم لا؟ التقصير يكون يعني لابد أنه هناك دور معين المتلقي يكون دائما في موقع الاحتراس، في موقع الحذار، في موقع أنه أثقف نفسي، أفهم الزيف من الحق وغيره. تفضلوا. باعتبار المعركة مستمرة مثل ما ذكرت حضرتك. لا حقيقة ليس يعني تقصير بقدر ما هو طبيعة الظروف. يعني نعم. الشيعة طيلة التاريخ هم مطاردون مهمشون، يعني صعب عليهم حق الحياة وليس فقط حق التفكير والكتابة والنشر والإعلام. التشيع مطارد من قبل كل السلطات، من قبل كل الدول. يعني التشيع دائما يعني يسعى للحفاظ على حق الحياة وبالتالي حق الإنتاج داخل هذه الحياة، فالتشيع مظلوم حتى في كتاباته. حتى الكتابات الشيعية دائما هي كتابات للخاصة، للثقات، لمحاولة بناء عقل شيعي رافض للانحراف. هذا واحد. اثنين، حتى الكتابات المعاصرة وقعت في خلل ربما ما تتفضلون يعني شخصكم الكريم بنعته بالتقصير، أننا كتبنا التاريخ على طريقة ردة الفعل، بمعنى ما أثاره أقلام السلطة، ما أثاره تاريخ السلطة، ما أثاره التاريخ المقابل، بقينا ندور في مسألة تفنيده أو إلغائه أو مناقشته أو مجادلته دون أن نفكر أننا هذا رد فعل. أين فعلنا نحن؟ أين قراءتنا نحن؟ أين تاريخنا نحن؟ كيف نرسم صورة من خلال معطياتنا، من خلال تصوراتنا، من خلال المكان التي يجب أن نتعامل بها في ضوء متبنياتنا الفكرية والعاطفية كما تفضلتم في مقدمتكم، ليست فيما يراه الآخرين أو يشعر به الآخرون. يعني محمد ابن الحنفية له عبارة جميلة، بعض المغرضين تصور يعني الحرب على التشيع، الحرب على الأئمة سلام الله عليهم في حياة أبيهم، ليس فقط عندما تصدوا للمسؤولية والإمامة. أحدهم جاء للمحمد بن حنيفة يسأله، قال له: لما يقدمك يعني أبوك في الحروب مثل وليس يعني ليس كما يقدم الحسن والحسين؟ لاحظ الإجابة الرائعة التي تدل على وعي هذا الرجل ومدى التزامه بإمامة أخويه الحسن والحسين سلام الله عليهم. قال: الحسن والحسين عينا أبي وأنا كفه، والمرء يذود عن عينيه بكفه. هذه العبارة طبعا لا تجدها في أقلام السلطة والأقلام المناوئة للثورة الحسينية سلام الله عليه، تجد الحالة بالعكس، مجموعة من الأسئلة، مجموعة من التشكيك، مجموعة من الإثارات يعني التاريخ المقتطع، مجموعة من بناء وعي مشوه وناقص. نحن نبدأ إما بترميمه، إما بتبريره، إما بتعليله، إما بإشارات علمائنا الكبار يعطون منها ضوء للنخبة لكي تفكر. فبالتالي أنا أتفق معكم أن هنالك تقصير، أننا ما زلنا نفكر على طريقة ردة الفعل، لا نستطيع أن نبني تاريخا خاصا بنا ينطلق من خلال منطلقاتنا ومتبنياتنا الفكرية. احنا اليوم في الألفية الثانية عصر التواصل الرقمي، واليوم وسائل التواصل الاجتماعي، التواصل الإعلامي، الفضائيات التي تملأ الدنيا. نحن بحاجة إلى أن نقدم تاريخنا كما نراه نحن، كما اعتقدناه نحن، وبالتأكيد نحن على حق، والحق يصل إلى قلوب الناس. يمكن هذا البرنامج اليوم بما فيه منطرح مختلف ومتميز، وفيه إثارة جريئة وأسئلة جريئة، لعله يوفق أن يساهم في إعادة بناء تاريخنا ووعينا بما نمتلكه نحن من أسس، لا أن نبقى أسرى ردة فعل أقلام السلطة والمبررين يعني للسلطة وانحرافاتها. نعم، أحسنتم دكتور هشام على هذا البيان وهذه الوقفة المهمة، صراحة موافقين بإذن الله تعالى، ونسأل الله التوفيق أنه في خطانا في هذا البرنامج في كل موضوع أو عنوان نتناولها ضمن هذا البحث المتسلسل بمعيتكم دكتورنا الفاضل. إذا سمحتم لنا إن شاء الله وأيضا مشاهدينا الأفاضل نتوقف مع هذه اللقطات المباشرة من داخل صحن مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، استثمارا لفرصة أننا نقدم البرنامج من جواره المقدس. الخطوب تموج الحياة على رجله وقد صبغت مثل لون الغروب. وقال الحسين إلى جده: أيا جد لا رجع لي في الوجود، فخذني إليك إلى جنات أعيش برضوان رب ودود. وصاح حزينا بقبر الرسول: أيا جد ضاق علي الفضاء، غفا فرأى الجد في لهفة، ومن عينه سال دمع الرضا. أسلم يا جد كل الأمور إلى الله راض بأقسى القضاء، ولو نصب الدهر أشراكه نصالا وغطت سمايا الكروب. مرة أخرى حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج لو اختلف الموقف مع الدكتور هشام السياب. مرة أخرى حياكم الله وعظم الله لكم الأجر دكتور. إذن الآن نتوقف عند أم سلمة. احنا قبل قليل كان إن قبل هذا الفاصل الحوارية اللي اتصفت بأنها دينية عقائدية سياسية أيضا. الآن ننتقل إلى هذا الجانب الذي هو صراحة رقم واحد هكذا عندما يرد في أذهاننا أمر مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحوارية التراجيدية لما عزم الإمام الحسين عليه السلام على الخروج من المدينة أتته أم سلمة رضي الله عنها فقالت: يا بني لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك يقول: يقتل ولدي الحسين عليه السلام بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء. ماذا كان جواب مولانا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ حدثنا عن هذه الحوارية التي دارت بينهما، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني لابد من التنويه لشخصية أم سلمة. يعني العظيم والرائع في ثورة الطف أن مصادرها جاءت من خلال الشخصيات الرئيسية في الإسلام. يعني بعض الأحداث التاريخية في الإسلام نقلت من خلال شخصيات مهمشة غامضة مجهولة، شخصيات ما يعرف بعلم الحديث ضعيفة السند، إلا واقعة كربلاء. يعني نقلت وقائعها من خلال شخصيات محورية، شخصيات مهمة في الإسلام، شخصيات لها دور ناصع لا يمكن تغيبه. سيدة أم سلمة من الشخصيات الجليلة في التاريخ الإسلامي. أولا هذه السيدة هي زوجة الصحابي الجليل أبا سلمة ابن عمة النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله. كانت من الفئة يعني الوجبة الأولى من المهاجرين إلى الحبشة، كانت سيدة مجاهدة ويعني مقاتلة وعارفة وفاهمة وراوية الحديث. يعني نقل عنها بقرابة 378 حديث موثوق عن النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله. أهم حديث نقلته إلينا أم سلمة حديث الكساء. هذه السيدة التي كانت حاضرة لحديث الكساء وهي من نقلته إلينا، بمعنى أنها سيدة مؤتمنة على يعني أهم ومحاور المفاصل العقائدية في تاريخ الإسلام. هذه السيدة الجليلة بعد استشهاد زوجها خطبها أبو بكر الصديق وخطبها عمر بن الخطاب، ثم خطبها النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله، فتوجها الله سبحانه وتعالى أن تكون إحدى أمهات المؤمنين. كانت مكانتها من أهل البيت سلام الله عليه، مكانتها من الحسن والحسين، أن هي تنادي الإمام الحسين سلام الله عليه يا بني، وهو يناديه يعني يا أمه. هذه المرتبة العظيمة عندما تصل إليها امرأة، أن الإمام الحسين سلام الله ابن الزهراء سيدة نساء العالمين يكنيها بأمه تلطفا ويعني توددا لها. هذه المكانة العظيمة عندما نعلم أنها بالمناسبة هي أيضا لم تنقل فقط حديث الكساء، هي أول من نقلت إلينا تفجع النبي بحادثة الطف. هي التي روت لنا أن النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله كيف أخبرته الملائكة بما سيجري في الطف وما سيجري في كربلاء وكيف يستشهد الإمام سلام الله عليه. هذه وهي نقلت لنا حديث القارورة، هذا الحديث المهم جدا الذي حقيقة فيه رمزيات عديدة جدا. أولا هذا الحديث يعني يذكرنا، أولا حديث القارورة، يعني قارورة فيها تراب. الإمام الحسين سلام الله عليه قال لها: إذا يعني احمر، إذا تغير لونه إلى لون الدم فاعلمي أنني استشهدت في كربلاء. هذه الحادثة تذكرنا برداء سيد المسيح سلام الله عليه عندما أخبر أمه أنه هذا الرداء إذا ما احمر لونه فاعرفي أنه قد قتل على يد يعني أعداء الدين وأعداء العقيدة. لاحظ الرمزية العظيمة بين القارورة وبين الرداء، هذا أولا. ثانيا حضور المرأة في العقائد الرئيسية. يعني عندما تكون السيدة أم سلمة هي إحدى المصادر الأساسية لرواية واقعة الطف العظيمة، هذا تكريم للمرأة في الإسلام وتكريم لمكانتها والثقة بفكرها وبنقلها. كم اليوم الآن الهجمة على المرأة في الإسلام مغيبة، مرة سبية ومرة جارية ومرة تباع وتشترى ومرة يتعدد عليها الزوجات ومرة ليس لها حق الشهادة في المحكمة وليس لها إلا بشاهدتين ومرة ليس لها حق الرعاية الأطفال. كل هذا الضجيج الأجوف للاعتداء على مكانة المرأة في الإسلام عندما نعود إلى تاريخنا العقائدي، هل يوجد أهم من التاريخ العقائدي؟ العقيدة تبنى من خلال التاريخ العقائدي الموثوق، تنقله امرأة مثل السيدة أم سلمة. فبالتالي مكانة السيدة أم سلمة وأهميتها عندما تكون مصدر لواقعة الطف، هذه السيدة ليست يعني مغمورة أو مجهولة أو غير معروفة. بعض وقائع التاريخ الإسلامي عندما نعود إليها خارج مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم نقلت عن أشخاص لا وجود لهم، عندما تبحث عنهم تاريخيا، عندما تبحث عن وجودهم لا تجد لهم تاريخ، لا تجد لهم ذكر. شخص وضع في سيناريو كتبته أقلام السلطة، ادعى حدثا، والمشكلة أصبح هذا الحديث أو هذا الحدث يعني المفبرك محرك لبعض المواقف ولبعض الآراء. حديث عندما يرد عن السيدة أم سلمة يجب أن نعرف مكانة السيدة أم سلمة من جانب، ومن جانب آخر تلك المشاعر الجميلة، هذا التفجع الجميل. هنا يمكن يطرح سؤال وقد طرح: أم سلمة نقلت حديث الكساء، فبالتالي تعرف أن الإمام الحسين سلام الله عليه إماما معصوما مفترض الطاعة، هي شاهدت تفجع النبي صلوات الله عليه وعلى آله بما سيجري على سبطه الحسين في كربلاء، فكيف تشعر على الإمام الحسين سلام الله عليه أنه لا يخرج إلى كربلاء ولا يذهب؟ هل هذا اعتراض على الحكمة الإلهية؟ هل هذا تشويش على قرار الإمام المعصوم؟ نحن نقول كما قلنا قبل قليل، لكي نفهم حركة المعصوم يجب أن نعود إلى الأسس التي بنيت عليها. طيب، في القرآن الكريم نبي الله يعقوب عليه السلام، يعقوب نبي، أم سلمة ليست نبي، وأشار على نبي ولده يوسف عليه السلام أن لا يقصص رؤياه على إخوته. طيب، هذا بالحالة كان يعني، ونحن نعلم يعقوب عليه السلام حزنه الذي أصبح رمزا للحزن الجميل والمقدس، ابيضت عيناه من الحزن. طيب، هل كان يعقوب عليه السلام معترضا على الحكمة الإلهية؟ كان معترضا على حركة نبوة يوسف عليه السلام؟ كان يريد أن يثني عزيمته؟ نحن نقول لا، هنالك جانب إنساني محترم، التفجع، الحزن، المصاب الأليم على قادتنا ورموزنا وعقائدنا مشروع وصحيح. وأنا أعتقد أن مشاعر أم سلمة هي الأساس الذي بنيت فيما بعد عنه عليه الشعائر الحسينية والطقوس الحسينية، هذه مجالس العزاء والبكاء والتفجع على الإمام سلام الله عليه. أساسه أن المرأة التي شاهدت النبي صلوات الله عليه وعلى آله أول من يتفجع ويبكي ويتألم بصورة نقلها المؤرخون بتفاصيلها حزنا على استشهاد سبطه ولده الحسين عليه السلام، بالتالي بالتأكيد هي لها الحق أنها لعلها بالجانب العاطفة الإنسانية تقول الحسين سلام الله عليه: يا بني لا تذهب، لعلك لا تقتل، لعلك لا تستشهد. هذا جانب مشروع لا يدخل في مجال الاعتراض بقدر ما هو تعبير طبيعي عن العاطفة الإنسانية السليمة والنقية في يعني مكامنها الحقيقية وفي مواضعها السليمة. أحسنتم. نعم. إذن دكتور هشام، حتى أيضا نتعرف على إجابة مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عندما ذكرت له أم سلمة هذا الحديث. إن شاء الله نتوقف مع هذا الكارت اللي يذكر فيه الحزن على مولانا أبي عبد الله ضمن هذه الرواية المباركة. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. اللهم اجعلنا إن شاء الله من الباكين على مولانا أبي عبد الله، روحي وأرواحنا جميعا له الفداء. إذن دكتور هشام، ضمن اللي ذكرته الآن واللي أسست إلى اللي الوقت داركنا وحكم علينا أنه يرجع إلى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، أكيد كل التقدير والاحترام والتعازي لحضرتك دكتور هشام السياب الباحث في التاريخ الإسلامي، كل التقدير لحضرتك، موفقين في خدمة مولانا أبي عبد الله، إيصال سلامنا وتعازينا إلى الكادر في مكتب النجف الأشرف، موفقين إن شاء الله دكتور. كل الامتنان، حياكم الله وزادكم الله ثوابا وأجرا وتوفيقا، عظم الله أجوركم وأسمى وأزكى التحايا، شكرا جزيلا. الله يبارك بكم، موفقين. إذن إخوتي أخواتي، الحديث مستمر إن شاء الله في هذا البرنامج لو اختلف الموقف، ضمن هذه القراءات العكسية وضمن الاشتراطات النفسية والدينية والافتراضية صراحة اللي نحن ضمن هذا الفلك بإذن الله تعالى حديثنا، وإن شاء الله نقدم أو نصل ضمن هذه الدراسة المتسلسلة إلى النتائج العظيمة لواقعة الطف ضمن هذا البرنامج. أكيد كل التقدير والاحترام لكل الأخوة والأخوات اللي يتابعونا بإذن الله تعالى. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله كل ما طرح في حلقة هذا اليوم قد عم بالفائدة على الجميع. ملتقانا بمشيئة الباري عز وجل في الأسبوع المقبل في الوقت ذاته. إذن لسان حالنا جميعا يقول: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، في أمان الكريم.